دابا ان شاء الله غنوريكم طريقه ديال التطعيم، كيفاش تطعم. يعني مثلا عندك شجره غيولوا فيها جوج ديال الشجرات، كيف ما كتشوفوا هذا سميتو الوزاني، يعني هذاك اللي كيصايبوا منه، هذاك التين اللي كيصايبوا منه الشريحه، او معروف كيتصايب منه الشريحه. غادي نطعموا على عين حجله، يعني التين من نوع عين حجله، وغادي نشوفوا الطريقه ديال التطعيم بسهوله ان شاء الله. اول حاجه اخوتي ملي كنبغيو نطعمو شنو كنديرو؟ كناخدو يعني شي ساق يكون كيف ما هذا اللي كتشوفو، ولكن بشرط شنو خصو يكون فيه؟ خصو يكون فيه هنايا في هاد البلاصه اللي كتشوفو هنا، يكونوا فيه نموات جديده، يعني نموات جايه او نموات كيف ما هذه اللي كتشوفو، نموات على هاد الشكل هذا. اما بالنسبه للطريقه فراه الطريقه ديال نزع اللحاء فراه سهله وبسيطه كما غتشوفوا معايا. اول حاجه كنديروا اخوتي كنشدوا القلم ديالنا على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل، غير كنحطوا السكين من الفوق وكندوروا هكا، وكنجيو بالاتجاه الاخر حتى هو بكل سهوله اخوتي، كنديروا ليه هكا وكنجيو هنا على هذا الشكل هذا، كنجيو الاتجاه الاخر على هذا الشكل هذا. غير هي حاجه اخوتي اللي خاصكم تعرفوا هي ان الطريقه ديال التطعيم فراه خاصها تكون سريعه، يعني قبل ما ينشف القلم او قبل ما ينشف اللحاء. اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الطريقه اللي هي كتسمى طريقه التطعيم في على هذا الشكل اخوتي بكل سهوله. كنجيو كنديروا اللحاء ديالنا بكل سهوله اخوتي، بكل سهولة. ودابا غادي نقادو يعني الطريقة ديال التطعيم في الشجرة، وعاد باش غادي نرجعو لهذا باش ما يبردش لينا ويبقى على هاد الشكل، أو باش ما ينشفش لينا أو باش ما يجفش. أول حاجة أخوتي اللي يمكن لك دير في التطعيم، كما سبق وقلت لكم باللي راه عملية ديال الزراعة أو العملية ديال التطعيم بصفة عامة راه واحد زائد واحد تساوي اثنان، ما كاينش واحد زائد واحد تساوي ثلاثة، يعني كاين واحد الزيطاب او واحد المراحل خصك تتابعهم باش ينجح معاك التطعيم. راه واخا دير التطعيم صحيح، الا ما درتيش هاد لي زيطاب او لا ما درتيش هاد العمليات راه ما ينجحش معاك. اشنو هي اول عملية خصك دير؟ هي ان هاد السكين اللي غطعم به او هاد المقص اللي غطعم به شنو خصك دير ليه؟ يا اما كتعقمو بلانكول، يا اما كتحرقو بولاعة على هاد الطريقة هادي كيف ما كتشوفو، باش هكا كتحيد منه كاع البكتيريا. وملي كتحرقو كيما هكا شنو كدير لي؟ كتجيب كاس ديال الماء على هاد الشكل. ضروري اخوتي من التعقيم، ضروري من التعقيم باش حتى الشجره ديالك ما يوصلوش ديال الفطريات، وحتى التطعيم اللي غدير ما يوصلش ليه الفطريات. ومن بعد اخوتي شنو كتعمل؟ يعني كتجي لتحت ديال الشجره هذه، راه مزروعه حتى هي في محبق، كتجي للاسفل ديالها. ومن يستحسن ان الطعم يكون هو الاول قبل من هاد الافرع اللي هما هادو اللي كتشوفوا اللي جانبيه طالعين، قبل منهم خاص يكون الطعم باش ملي تطلع العصاره اول واحد كيستافد هو الطعم. ومن بعد اخوتي كنجيو على هاد الطريقه هذه، غنطعموا بطريقه التي، كنديرو هكا وكنديرو هكا على هاد الشكل هذا، كنحطو السكين ديالنا وكندور هكا. ومن بعد اخوتي كنخشيو السكين ديالنا على هاد الشكل، وكنهزو اللوحاء غير برفق، نهزو اللوحاء على هاد الشكل. لهذا الشكل هذا. ومن كنجيبو التطعيم ديالنا اللي هو هذا، هذا قلنا بانه شجره ديال الوزاني، وهاد الشجره اللي هي الام قلنا يعني شجره التين ديال عين حجله. وكنحيدو الطعم ديالنا يعني على هذا الشكل، هذا هو الطعم، كنحيدوه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وكيف ما قلنا خاص الطعم خاصو يعني ما يجفش، كنخليو فيه هذه باش كتساعدنا في الطعم. ومن بعد اخوتي ها هو الطعم ديالنا، يعني بكل سهولة
كنحاولوا نضغطوا على الطعم ديالنا يهبط برفق. هذه يا خوتي هنا كانت ورقه، علاش قطعنا الورقه من هنايا وما قطعناش هذا باش كنبقاو نشدوا به الطعم ديالنا، باش ما نقيسوش هاد النموذج اللي جايه جديده او هاد البراعم اللي جايه هنايا جديده. داكشي علاش خلينا هذا، ولكن في الاخير اخوتي غادي نقطعوا، فاش نساليو الطعم ديالنا غادي نقطعوا على هاد الشكل. هذا جيبوا بلاستيك، يعني بلاستيك عادي، وكندوروه بهاد الشكل هذا، يعني خص الطعم ديالنا خصو يكون مثبت باحكام باش ما يدخلش لينا كيف ما قلنا الهواء ما بين اللحاء واللحاء، وهكا غادي يعفن لينا الطعم وما غينجحش معانا. داكشي علاش غادي خصنا نتاكدوا باللي هذاك الطعم ما غيدخلش الهواء ما بين القلم واللحاء. على هذا الشكل اخوتي بكل سهوله كنثبتوا الطعم ديالنا مزيان، ومن بعد كنغلفوا على هذا الشكل. هي نورمالمون واخوتي كاين واحد البلاستيك اللي هو مخصص ديال التطعيم، ولكن انا عندي هذا البلاستيك اللي هو عادي دائما كنشتغل به اولا دائما كنخدم به وناجح وكيعطيني نتيجه. يعني هذاك الشيء علاش ما كناخذش هذاك البلاستيك ديال التطعيم كما كتشوفوا على هذه الطريقه، هذه بكل سهوله بكل بساطه. دابا ان شاء الله غيولوا عندنا يعني جوج شجرات، يعني غيكون عندنا عود كما نقولوا بالمغربيه، يكون عندنا عود اللي هو التين الاسود، ويكون عندنا عود اللي هو التين الابيض، ومن بعد كنلصقوه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فالعمليه بسيطه خوتي بكل سهوله، يعني العمليه بسيطه كما كتشوفوا. من بعد فاش سالينا غادي نحيدوا هذا ديال الورقه على هذا الشكل، وغادي يكون معنا الطعم يعني على هذا الشكل هذا. ويستحسن انه يتحط في الظل حتى يتم جيب النموات ديالو تبدا تكبر في هذيك اللحظه عاد باش يمكن لينا اننا نقادوه مع الشمس. دابا خوتي غندوزو للطريقه ديال التطعيم اللي هي طريقه التطعيم يعني كتسمى طريقه في، هاد الطريقه اللي شفنا سميتها طريقه دي، وغندوزو دابا للطريقه اللي هي طريقه في. هنا يا خوتي قبل ما ندوزو لعملية التطعيم الثانية، فما تنساوش معاكم جيم، عارفكم غير كتنساو، ولكن الخوارزميات ديال اليوتيوب هي كتقول بحال مكايا ضروري من جيم باش تعرف بأن المحتوى ديالك عنده اهتمام. وهنا خوتي غادي نطعمو في الساق الأول، يعني أول ساق كيخرج من الشجرة الأم أو من الفرع اللي كيتسمى هو الفرع الأم، اللي هو هذا أول واحد منه اللي غيكون كما كتشوفوا في الأسفل. يعني أول ساق هو هذا، يعني الساق الأول هو اللي غنطعمو فيه إن شاء الله. كنقطعو الساق ديالنا على هذا الشكل هذا. بعد أخوتي كنجيبو القلم ديالنا اللي هو من كما قلنا من شجرة مختلفة، فراه عندك مثلا شجرة تين وحدة يمكن لك تطعم فيها أكثر من أربع أصناف، ولا عندك في شجرة وحدة تعطيك أربعة ديال الأصناف. وهاد الطريقة مزيانة لينا حنا الناس اللي كنزرعو في المحابق أو في الإصيص، يعني إلا ما عندكش مساحة كبيرة يعني يمكن لك أنك دير هاد الطريقة وهي طريقة سهلة. دابا ندوزو للطريقة خوتي ديال التطعيم. كناخدو يعني برعم كيف ما هذا على هاد الشكل هذا، يكون في هاد العمر ديالو هذا، يكونوا فيه نموات جديدة، وكنجروها خوتي على هاد الطريقة هذه. كما قلنا ضروري خصنا نعقمو السكين ونعقمو المقص ديالنا، يعني ضروري اخوتي خصنا نعقمو على هذا الشكل كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. ويستحسن يكون الطعم الطول ديالو ما كيفوتش واحد 10 سنتيمتر او واحد 5 سنتيمتر. ومن بعد كنجيو للقلم اللي غنطعمو فيه على هذا الشكل هذا، وكنشقوه من الوسط وغير برفقه اخوتي، يعني السكين راكم عارفين يعني ضروري خصنا نخدمو هنايا غير برفقة خوتي كيما هكا على هاد الشكل هذا، يعني بكل سهولة. ومن بعد كنعبرو الطعم ديالنا كيف ما هكا، يعني هذا هو الطول ديال الطعم اللي غيجي في الشق معبور. ومن بعد اخوتي بكل سهولة كنجيبو الطعم ديالنا كيف ما كتشوفوا بكل سهوله خوتي كيف ما كتشوفوا،
يعني بكل سهولة بكل بساطة. الزراعة اخوتي راه ساهلة وبساطة كما كتشوفوا، يعني غيكون عندنا على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل هذا كيفاش غيكون عندنا الطعم هكا على هاد الشكل، وكيف ما كتشوفوا من الاعلى ديالو على هاد الشكل بسهولة اخوتي ببساطة بكل سهولة بكل بساطة. بعد اخوتي كنجيبو كما قلنا بلاستيكة على هاد الشكل هذا، واول حاجه كنديروها البلاستيكه، يعني من الاحسن ندوروا البلاستيكه على هذا الشكل نزيرو هو الاول باحكام عاد باش ندوروا البلاستيك باش ما يدخلش الهواء، يعني على هذه الطريقه هذه هكا تسبق هذه العمليه هي الاولى باش كيلتحم القلم على القلم هكا، كنثبتوها باحكام على هذا الشكل هذا. ودابا عاد باش ندوروا البلاستيك ديالنا بحيث ما يخرجش الهواء ما بين القلم والقلم كيف ما سبق وقلنا هكا اخوتي بكل سهوله بكل بساطه. وهكا اخوتي غادي ولاو عندك ان شاء الله يعني شجرتين او نوعين من التين عندك في المنزل بكل سهوله بكل بساطه، عوض انك تجيب مثلا شجرتين او اربع انواع من الاشجار ديال التين وتزرعها عندك في المنزل، يعني تجيب غير شجره واحده وتطعمها. اما بالنسبه كما سبق وقلت لكم الطريقه ديال الزراعه فراه خليت لكم فيديو يعني مفصل كيفاش انك يعني تولي عندك شجره ديال التين او كيفاش تزرع شجره ديال التين بكل سهوله وبكل بساطه، تكون واضحه هكا على هذا الشكل هكا كنضمنوا باش ان الهواء ما غيتسربش لينا ما بين الطعم والطعم على هذا الشكل هكا بكل سهوله اخوتي بكل بساطه كيف ما كتشوفوا، داك الشيء راه بسيط اخوتي هكا. من بعد كنجيبوا الولاعه ديالنا على هذا الشكل، وهذا هو الطعم ديالنا اخوتي. ومن بعد كنجيبو اخوتي بلاستيكه كنغطيو الطعم ديالنا بالشكل هذا باش يحافظ على الرطوبه ديالو حيت الطعم باقي حساس يعني باقي جديد على هذا الشكل هذا على هذا الشكل اخوتي هكا. هذه الطريقه ديال التطعيم فهذه هي الطريقه اللي صحيحه اخوتي 100%، ومشي غطاء ورقي بحال ما هذا على قبل الشمس على هذا الشكل، وكنخليوها اخوتي. وكان اخوتي هذا هو الفيديو، وكانوا هذو هما المعلومات، ولا عجبك المحتوى ما تنساش تدعمه معاك بشي لايك، ما تنساش معاك تفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وخليت لكم اخوتي الراحه وساعه سعيده.